طبعا قلنا الكابتن محمود الخطيب قال النادي الاهلي ما بيسيبش حقه، وفكره ما بيسيبش حقه دي مش فقط لا غير مرتبطه بفكره حد اخطا في حقك فانت لازم تسترد حقك، ده بديهيات بالنسبه لي. لكن كمان في نقطه مهمه جدا هو الجانب اللي يخصنا، انا في دوري كنت احق بيه كان في جزء عندي تقصير وجزء عوامل خارجيه، طب انا عشان ما اسيبش حقي لازم اقوي التقصير اللي عندي او اوجه القصور اللي عندي، وده حصل بموسم من وجهه نظري بيديك انطباع عن عقليه النادي الاهلي، فريق مسيطر على قاره افريقيا، بطل البطوله مرتين على التوالي في 8 شهور، وقبل ما يتم حسم الدوري وقبل ما يكون في شكل واضح لمين بطل مسابقه الدوري كان النادي الاهلي بيخلص شغله بدري بدري، كان النادي الاهلي عارف هو عايز ايه وبينهي صفقات، وكان كل القصه هي ارجاء تاجيل او تاجيل اعلان الصفقات دي لغايه نهايه الموسم، يعني كريم فؤاد، مكسوني، بيرسيتاو، كانوا الثلاثه معروفين للجميع من شهر تقريبا والاعلام بدا يتداولهم، وده بيقول لك ان النادي الاهلي شغال بغض النظر عن انه بطل الدوري او مش بطل الدوري، شغال وهو بطل افريقيا على انه يدعم صفقات، يدعم الفرقه عشان يظل مستمر في زعامه قاره افريقيا، وهي دي عقليه النادي الاهلي وعقليه من يديرون النادي الاهلي، ولو عايز تنجح في النادي الاهلي لازم تكون بالعقليه دي. فطبعا كان عندنا صفقات اولهم كريم فؤاد، ممكن نستعرض فيديو تقديم كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي الجديد. مبدئيا حابب اشيد بشغل المركز الاعلامي في خلال اعلان الصفقات، بصراحه تقديم عالمي، مجهود يعني خرافي، شفنا تقريبا كل ساعتين كان بيتم الاعلان عن صفقه، فحابب اشيد بكل العاملين في المركز الاعلامي من اكبر مدير المركز الاعلامي لاصغر عامل في المركز الاعلامي في النادي الاهلي، بالفعل قدموا يوم خميس يوم تاريخي، خطفوا كل الاضواء، كل المواقع كانت بتتكلم عن طريقه التقديم وعن صفقات النادي الاهلي اللي كل ساعتين كان بيظهر حد منهم، طبعا بداناهم بكريم فؤاد، كل صفقه بتيجي النادي الاهلي بالتاكيد شايف انها عندها عوامل النجاح، فكره النجاح من عدمه التجربه والملعب هو الفيصل في الموضوع، انا شخصيا مش بتحمس بشكل كبير جدا لاي صفقه ايا كانت الا لما اشوفه على ارض الملعب وهل هو جدير بتشيرت النادي الاهلي ولا لا، ولكن الصفقات اللي الاهلي تعاقد معاها هي صفقات مؤشرات النجاح عندها من وجهه نظري عاليه جدا جدا. بص يا اسامه، ساعات يكون عندك منتج جيد ولكن انت ما بتكونش على نفس الجدوى جوده بتقديم المنتج الجيد ده بالشكل اللائق. ده مختلف تماما في النادي الاهلي، انا شفت منظومه محترفه في جاب ما بينها، انا اسف اني بقول كده، جاب ما بينها وما بين انديه كتير جدا جدا حتى في الشرق الاوسط، ازاي انت تقدر تصنع الحدث، ازاي التسلسل التدريجي على طريقه السيناريو، ازاي تقدر تخلق حاله، ازاي تقدر تجمع الناس، ازاي تقدر تخلي ده الترند الكامل وهو صفقات النادي الاهلي، وده شيء مهم جدا، ده اللي حصل على مدار اليوم، ومش بس خلال اليوم، خلال الفترة كلها اللي فاتت احنا شفنا ازاي النادي الاهلي اشتغل بمنظومته الاعلامية بالكامل بالتواصل مع قناة النادي الاهلي وصفحات النادي الاهلي، فعلا كان في شيء محترف ومحترم ومهني جدا. بس كمان حابب اقول ان كريم فؤاد لاعب بنتوسم فيه خير، وكريم فؤاد مش من دلوقتي، ودي الحته اللي اسامه قالها لكم وهممني جدا ان احنا ناكد على ده، ان يا جماعه النادي الاهلي مش رد فعل، لان بشوف ان ناس بتتكلم يا اسامه فكره رب ضاره نافعه ان احنا خسرنا الدوري فعملنا صفقات بالظبط، زي ما اسامه قال لكم دي يا جماعه مش عقليه النادي الاهلي، احنا شفنا في 2005 وفي 2006 انت كنت بتبقى بطل بفارق عدد نقاط غير طبيعي مع المنافس، وكنت بتدعم نفسك بتدعيمات قويه جدا، لان انت بصوا انا عايز اقول لكم قاعده، النادي الاهلي بينافس نفسه، اي حد شايف الصوره غير كده وشايفها مغلوطه، النادي الاهلي بينافس نفسه وده اللي بيعمله، النادي الاهلي بينافس ارقامه وبينافس تاريخه،
بعد كريم فؤاد كان عندنا صفقة تانية وهي الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب أعتقد إن احنا هنشوف منه كتير، ولكن محتاجين نشوف الفيديو اللي تقدم به اللاعب ونرجع نكلمكم عنه شوية. النسر القادم لنسر افريقيا. انا حابب اقول ان اللاعب ده انا بتوسم فيه خير، مش على مستوى كمان الامكانيات. اولا موسيماني اختيار مهم جدا لان هو عارف اللاعب كويس، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت بتدور على الحاجه اللي فيها مشكله عندك. انا بقول ان النادي الاهلي كان بينقصه في حته الاجنحه عدد المراوغات او الاختراقات او القدره على مواقف واحد ضد واحد او فك التكتلات الدفاعيه ضد الفرق اللي بتلعب زون ديفندنج، فانت جبت لاعب هو بيتميز بده. انا عايز اقول ان هو كمان ليه رقم مهم جدا في دور المجموعات، هو ساهم في 5 اهداف، سجل في الـ3 فرق فيتا والمريخ والنادي الاهلي، وصنع ضد فيتا والمريخ، وسجل 9 اهداف في الدوري مع سيمبا. وهو لاعب واعد، موهبة واعدة، إن شاء الله موسيماني لو قدر يوظفه هيستفيد منه كتير. هو جناح أيمن والنادي الأهلي كان محتاج يكون عنده دعم نوعي في الحتة دي. بالتأكيد بيتسو موسيماني بيعيد تاني مرة أخرى الفرصة لنفسه والفرصة لميكسوني. طبعا الناس اختلفت على الاسم، لكن أنا سمعتها ميكسوني، وفي ناس قالت هنقوله لويس ميكي ونختصر الموضوع، لكن شفت معلق إنجليزي قال ميكسوني. في النهاية أيا كان اسمه، المهم أداؤه داخل الملعب، وواضح جدا ان هو بيتميز بالمهاره، وواضح جدا ان زي ما اتقال بيتسو موسيماني مركز على الجانب ده بشكل كبير جدا، ويمكن كمان مركز على اللعيبه، هو كمان تعامل معاهم بشكل او باخر. يمكن ميكسوني ما خدش فرصه كبيره مع بيتسو موسيماني، فالناس بتسال يعني انت ما نجحش معاك في صن داونز جاي تجيبه النادي الاهلي تاني؟ لا، في عوامل كتير بتحط في الامور دي، ان اللاعب كان لسه حديث العهد، لسه لاعب كان صغير، ده رقم واحد. رقم اتنين، واضح ان كان او ممكن الفرقه، وده كان واقع فعلا، صن داونز عندها نجوم كبيره جدا في الاماكن دي، فبالتالي في لعيبه ما بتاخدش فرصه زي ما كان موجود عندنا بركات وابو تريكه في مراكز، فكان في لعيبه ما تقدرش تاخد الفرصه في في الفريق ده، فبتيجي ولا ما تاخدش الفرصه فترحل تروح ممكن تنجح في فريق تاني او ما شابه. ممكن يكون لويس ميكسوني حد من دول، ويجي يقدر ياخد فرصه كبيره مع بيتسو موسيماني فيمنح النادي الاهلي افضليه. ولكن اللعيب الاخر بقى وهو بيرسي تاو. بيرسي تاو يمكن كان مسبب لنا قلق في افريقيا 2019، منتخب جنوب افريقيا امام المنتخب المصري. بيرسي تاو كان له نجاحات مع صن داونز ونجاحات مع ايضا موسيماني، اللي قدر يقنعه بانه يترك البريمير ليج ويجي للنادي الاهلي، ودي خطوات بتكون محسوبه بشكل في ريسك بعض الاشياء، ولكن من وجهه نظري اسم النادي الاهلي هو الاسم الوحيد القادر في افريقيا انه يجلب لاعب من الدوري الانجليزي. نشوف تقديم بيرسي تاو عشان نرجع معاكم. Delighted to see Percy Tau. There's Tau, that's good. Five and four play for Percy Tau though, always looking to beat a man. No panic from Tau. بيرسي تاو قال جملة مهمة جدا من وجهة نظري ما تتقالش غير في النادي الأهلي، أنا اخترت التاريخ، أنا اخترت التاريخ، أنا اخترت النادي الأهلي. يمكن حتى بيتسو موسيماني عقب بتويتا وقال له أنت اختيارك كان صح، ومعا مرة أخرى هنصنع التاريخ
وفكروا طبعا بنهائي دوري ابطال افريقيا 2016 اللي فاز فيه صن داونز بالبطوله بعد ذهاب 3-0 وعوده انهزم 1-0 وحقق البطوله على استاد برج العرب. فقال له هنكررها تاني وهنقدر ننجح تاني. ويمكن كان التقديم فيه نقطه مهمه جدا، كلمه انا اخترت التاريخ اللي اصر عليها بيرسي تاو، تم تداول فكره التاريخ امامه 82 و87 و2001 و2005 و2006 وازاي النادي الاهلي بيحقق دوري ابطال افريقيا. فبالتاكيد التارجت عند النادي الاهلي وعند بيتس موسيماني وعند الصفقات لازم يكون دوري ابطال افريقيا. بيرسي تاو مع صن داونز لعب 102 مباراه ساهم في 51 هدف، يعني معدل مباراه ومباراه بيساهم في اهداف. يمكن حتى كمان لما لعب في انديه اخرى وسافر دوريات اخرى سواء دوري انجليزي او دوري بلجيكي لعب 35 مباراه مع يونيون البلجيكي ساهم في 26 هدف، سجل 13 وصنع 13، ومع كلوب بروج لعب 30 ساهم في 12 هدف، مع اندرلخت لعب 14 ساهم في 5، مع برايتون لعب 6 مباريات ساهم في هدف واحد ما خدش فرصته كبيره مع برايتون. ولكن كل الامور بتشير ان بيرسي تاو صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، عليه ان يثبت ذلك على ارض الملعب. كل الامور فنيه قابله للاحتمالات، دي قاعده شفنا لاعبين كبار جدا بينتقلوا الانديه والامور بتبقى نسبيه، ولكن كشيء عملي او كشيء نظري بيرسي تاو واحده من اقوى الصفقات في تاريخ الدوري المصري بل في تاريخ الكره الافريقيه. ان انت كام لاعب استقدمته من البريمير ليج لاحد الدوريات الافريقيه، وانا عايز اقول ان ده مش غريب على النادي الاهلي يا جماعه. النادي الاهلي طلع لاعبين كتير من النادي الاهلي لعبوا في البريمير ليج، حتى لو ما كانش انتقال مباشر، في البعض انتقال مباشر والبعض من خلال تدرج وصل للبريمير ليج. فانت نادي صاحب مكانه مختلفه، ده ما بيحصلش، الحاله دي كلها ما بتحصلش في افريقيا غير معاك. بيرسي تاو لاعب دولي، لاعب في دوريات كبرى، لاعب عنده شخصيه، لاعب كمان انا بشوف ان لازم اداره النادي الاهلي تاخد حقها في اصرارها على ان هي تستخدم لاعب زي ده حتى لو كانت الصفقه بقيمه عاليه. وكمان لازم ادي موسيماني حقه، وده هنا اللي لازم يتقال. موسيماني ليه دور كبير جدا لانه كان ليه حوار مطول اتكلم فيه عن انك ازاي بيرسي تاو هل بترغب انك تعلق الحذاء بتاعك بعد مسيره انت مميز فيها جدا تكون بتسيب بصمه ضعيفه في نهايتها، ولا انت حابب تكتب التاريخ. واعتقد دي العقليه اللي من خلالها بيرسي تاو تم اقناعه بالانتقال للنادي الاهلي، وعشان كده دي صفقه مهمه جدا ان شاء الله تفرق مع النادي الاهلي، لان اللاعب كمان بيلعب في اكتر من مركز. على الجانب الاخر بمناسبه اللعب في اكتر من مركز، صفقه حسام حسن كانت صفقة مهمة. النادي الأهلي بيشوف النقط الضعف اللي عنده، كمان بيحاول يكون عنده تنوع، وده كان أحد أهم أسباب اختيار حسام حسن. قبل ما نطلع ونشوف الفيديو حابب أقول إن اللاعب اللي بيختار النادي الأهلي دايما دايما بنسبة كبيرة بيكون له بصمة مع النادي الأهلي. حسام حسن في لحظة اختار النادي الأهلي بلا تردد، رغم إنه كان مكان تاني بيضغط عليه لشهور، ولكن مين يقدر يقاوم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي؟ نشوف الفيديو بتاع حسام حسن. جدا فكره الاشاره للقوه عند اللاعب، لان انت عندك محمد شريف نموذج مختلف تماما عن حسام حسن، المهاجم اللي بشكل مختلف. التنوع ده اعتقد كان مطلوب جدا لموسيماني، خصوصا انك جايب مهاجم جاهز ارقامه موجوده، هو في الفورم مش محتاج تجهزه او تاخد ريسك، كان شيء مهم جدا. وانا في النهايه عايز اقول ان مبروك على اي لاعب التوقيع للنادي الاهلي، لان اي لاعب بينضم للنادي الاهلي بيكون اضافه ليه، وهتلاقي فين تاريخ زي اللي موجود في النادي الاهلي.